وفي كلمته قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن صفحة جديدة من تاريخ مصر تسطر بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية تحت قبة مجلس النواب في مقره الجديد. أضاف رئيس مجلس النواب أن الواقع المصري شهد تغيرات ملموسة على أيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت قيادته، وشدد على أن الرئيس استطاع رغم تصاعد وطيرة الأحداث من حول مصر أن يحفظ أمنها واستقرارها. السيد الرئيس في مرحلة فارقة من عمر الوطن كثرت فيها التحديات وتعاظمت المسؤوليات، جاء السباق الرئاسي فاستحضر الشعب المصري مواقفكم القوية واصطف بشكل غير مسبوق أمام صناديق الاقتراع مستمسكا بكم عن معرفة ويقين، مدركا حجم المسؤولية ومؤكدا رغبته في استكمال مسيرة البناء والعمل، فاختاركم مجددا الثقة قائدا وزعيما لبلد الأمن والأمان مصر سيدة الأوطان. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نمواً وتطوراً كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق في الحلم ولشعبها الحق في الحياة الكريمة ولأمتها الحق في المكانة العظيمة بين الأمم.